السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم أخبار مؤسسة الشهداء. برعاية رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلية وتحت شعار إرهاب الطغاة لم ولن يكسر إرادة وتفوق المضحين، احتفت المؤسسة بالذكرى السنوية لإعدام الطاغية وتكريم نخبة من ذوي الشهداء الحاصلين على شهادة الماجستير. النائلي ألقى كلمة بالمناسبة أكد خلالها أنه في ساعة إعدام الطاغية أعيد للعراقي كرامته وحريته وإنسانيته، مشيرا إلى رعاية المؤسسة ودعمها للطلبة المتفوقين. هذا وحضر الاحتفال رئيس لجنة المرأة والطفولة النيابية دنيا الشمري. مديرية شهداء بابل أقامت من جانبها حفلها السنوي بمناسبة الذكرى 17 لإعدام الطاغية المقبور. الحفل الذي حضره مجموعة كبيرة من عوائل الشهداء وقادة وسياسيون شهد تكريما للطلبة المتفوقين من ذوي شهدائنا الأبطال. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يحضر برفقة مدير عام دائرة الشؤون وحماية المقابر الجماعية ومدير مديرية شهداء النجف افتتاح المقبرة النموذجية لشهداء سجن بادوشة. النائلي وخلال كلمته قدم شكره للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة لافتتاح المقبرة، مبينا أنه تم فتح المقبرة خلال 3 سنوات وتم استخراج أكثر من 600 ضحية وفي ظروف صعبة وقاهرة. مدير قسم شؤون المواطنين في مؤسسة الشهداء وليد الأبيض يؤكد أن البدل النقدي من أهم حقوق عوائل الشهداء التي يعمل القسم على إنجازها بالإضافة إلى تمديد الخدمة والمتراكمة. الأبيض أشار خلال استضافته في برنامج مع ذوي الشهداء إن بوابة أور أسهمت في التخفيف من معاناة المواطنين بالمراجعة، مبينا أن هنالك دفعات مالية أخرى ستوزع على ضحايا النظام البائد والحشد الشعبي. وفد من مديرية الشهداء الديوانية برئاسة مديرها هارون الشرع يجري زيارة لعدد من عوائل الشهداء في المحافظة، وبعد الاطلاع على الأوضاع الصعبة لمعيشتهم كونهم من ذوي الدخل المحدود والاستماع لمعاناتهم واحتياجاتهم، قدم الشرع مبلغا ماليا كأحد أبسط الحقوق. من جانبهم تقدم ذوي الشهداء بالشكر والتقدير لرئاسة المؤسسة والمدير على زيارتهم. مشاهدينا الأخبار انتهت، إلى اللقاء.